مفتوحة محبي كرة القدم عامة وعشاق نادي الهلال السعودي خاصة، ها نحن معكم على الموعد في نقل حصري ومباشر لمباراة الهلال مع نادي سيناجوكي الفنلندي في مباراة ودية تحضيرية للفريق الهلال. السيطرة هلالية، الضغط هلالي، المحاولات من عبد الله عطيف عالية باتجاه الأمام، وصلت لكواك ولكن الكرة إلى ضربة ركنية. هذا الميدا، هذا إلتون، لكن في المقابل الإبعاد يأتي من هيلي كيلا تابيو. شوف المحاولة الرأسية والمتابعة، لكن بعد ذلك الكرة أيضا تصطد في المدافع. هذه الدولة التي اليوم نحظى باللعب مع فريق من فرقها، كرة وصلت للهلال لكن ضاعت. يا إلتون يا الميدا، كنا نتكلم عن الثلج وعن البرد، هذا الميدا اللي حب يسخن الموضوع في اللقطة الماضية. شوف الانطلاقة، لم يلعبها بشكل عرضي. بطولة جديدة وهي كأس الدوري، وعند مباراة مع فريق يارو ستكون المباراة يوم 29. هذه عرضية باتجاه المرمى، يا سلام يا سلام، العرضية التي تتلوها حاضرة وموجودة، فيها كرة في الجهة اليسرى لياسر، ياسر عرضها أمام المرمى إلى إلتون، من جديد الميد، الكرة معاه، الكرة معاه، مررها سالم الدوسري يسدد. تصل الكرة والمحاولة من جديد، الانطلاقة، شايف خمسة لاعبين هلاليين الآن في ظل تراجع لاعبين سيناجوكي، والتسديد، الله في المرمى، في المرمى، من الأفضل، من الأجمل، من ياسر الشهراني، من هذا اللاعب النجم ياسر، إذا يفتتح التسجيل للهلال من مكان بعيد ومن تسديدة بعيدة المدى، ينجح في أن يفتتح نتيجة المباراة. لم تفلح العرضيات ولا التمريرات ولا الركنيات، فكانت الحل في التسديدات من خارج المنطقة، من خارج المنطقة، وهو اللي دائما ما يسيطر على كل مكان. في اللحظات الأخيرة يقول لك هذا هدف جحفلي، هذا اللاعب جحفلهم، هذا اللاعب أصبح أشهر من نار على علم. هذه الكرة وصلت من جديد الآن، الله، إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، سالم الدوسري، التسديدة والمحاولة الماضية مرت عدت وتحولت بالتالي إلى كرة ملعوبة. ميميت هيتيماج، هنا محاولة التسديد، الكرة القوية، قوية جدا، إلى خارج الملعب، خارج الملعب، الكرة مرت عدت إلى ضربة مرمى. خالد شراحيلي أيضا في متابعة حاضرة موجودة، شوف التسديدة القوية جدا، قوية جدا بالقدم اليسرى، عالية للأمام، وصلت الانطلاقة والمحاولة، جوسي جارفي، كرة ملعوبة للأمام، خطيرة الآن، خطيرة، مرور، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، هدف، هدف فنلندي جميل، هدف حلو، هدف ملعوب بعد هجمة مرتدة. روبي ريسكي يسجل هدف في فترة تراخى فيها وتراجع فيها نادي الهلال. شايف أيضا في خطأ من المدافع محمد بريك، استلام ومرور، يا السلام يا السلام، الكرة بعد ذلك في المرمى من روبي ريسكي اللي وقف المدافع لمصلحة سيناجوكي. الصافرة تأتي، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عزيز مشعل القحطاني، وشكرا للكباتن فيصل بوثنين واحمد الدوخي. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي انساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات دبي الرياضيه، شوط المباراه الثاني من مباراه الهلال الاول بعد ذلك بالتعادل 1-1. هذه كره ملعوبه للهلال في بدايه الشوط الثاني، فيها لمه وفيها تسديده لكن الكرة بعيد. عموما الكرة وصلت الآن من جديد، والانطلاقة هلالية حاضرة في الجهة اليمنى، العرضية من جديد باتجاه المرمى لكن إلى خارج الملعب، خارج الملعب، يا الميدا، إلى متى يا الميدا يا إلتون؟ شوف الكرة الرأسية على رأسه،
هنا الآن الكرة من ضربة ركنية باتجاه المرمى خطيرة. أوه على كرة مرت على العرضية المنتظرة قادمة باتجاه المرمى وباتجاه كارلوس إدواردو، لكن أيضا مقطوعة. محاولة من جديد، مرة ثانية. الله الله، إذا غابت الحلول فإن الحل لا شك سيأتي من كارلوس، سيأتي من إدواردو. أحب الرياضة فأحبت، أحب الهلال فأحبه الهلال، وأحبه جمهور الهلال. الكرة والمتابعة باليسرى تأتي في المرمى ليأتي الهدف الهلالي المهمة والباقية والمنتظرة بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك. هذه في المرمى ضاع. لما نشاهد لاعب يعني مثل محمد البريك يقدم عطاء جميل مع نادي الهلال خاصة في شوط المباراة الأول، نتمنى أن يسير على خطاه. الكرة باتجاه المرمى تضيع يا ياسر، تضيع يا ياسر. الكرة والمحاولة الماضية اللي تمر واللي تعدي واللي بتتحول من ياسر الشهراني بهذه الطريقة سجل الهدف الأول. عن هذا الاسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هذه الكرة ملعوبة. الله في المرمى، في المرمى على ذكر سلمان تأتي أجمل الألحان، أجمل الألحان. يا سلام، هذا البديل يوسف السالم يسجل الهدف الثالث، يسجل الهدف الثالث. العرضية من فيصل والرأسية من يوسف وكلهم في النهاية زعماء، زعماء. الله، يوسف السالم يسجل الهدف الثالث في المرمى. جمهور نادي الهلال، الكرة وصلت من جديد، الانطلاقة حاضرة وموجودة. أوه خطيرة 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 خطيرة. الله الله يا الواكد. عاتي الهلالية، المحاولة من جديد، كرة باتجاه المرمى أيضا خطيرة، أيضا خطيرة. تبعد. أوه يعني شايف الأخطاء اللي تحدث أيضا في دفاعات الهلال موجودة، لكن سلام. يا سلام يا سلام، وسط الزحمة، وسط الزحمة دائما هو اللي ينور العتمة. الصابرة تأتي مشاهدينا.